حبيباتي احبائي، السلام عليكم. نتمنى تكونوا بخير وعلى الف خير ان شاء الله، والامور على ما يرام. عواشركم مباركه مسعوده ان شاء الله. الله يبلغنا شهر رمضان بالصحه والسلامه، ويعيننا يا ربي ويعاوننا على العباده والقيام في هذا الشهر. اليوم غادي نقدم لكم واحد الوصفه ديال الفلفله مرقده على الطريقه ديالي الخاصه. لهاد الوصفه غادي نحتاجو كما كتشوفوا معايا، انا هنا خديت الفلفله لقيتها في السوق صغيره ماشي كبيره كما كتشوفوا، غسلتها نظفتها حيت ليها هاد الزوائد كما كتشوفوا. انا خليت زوج باش نوري البنيات المبتدئات، كنقصوا ليها من هادو في الطول ديالهم هاد لي تيج هادو كما كتشوفوا. وغادي نحتاج ورقه تاع سيدنا موسى او ورق الرند غسلته، ثوم خديت 4 الفصوص على حسب الكميه اللي عندي. انا هنا عندي تقريبا شي 250 غرام او 300 غرام. غادي نحتاج القزبر حبوب كما كتشوفوا، غادي نحتاج كاس ديال الماء مغلي طيب كما كنقولوا، الخل غادي نحتاج كميه كبيره كما كتشوفوا هنا، راه عندي تقريبا قريب نصف القرعه غادي نديرها. وغنحتاج زيت الزيتون، وغنحتاج الملح، وغنحتاج القنينه المعقمه اللي غادي ندير فيها هذا الفلفل ديالي. غادي نبتديو على بركه الله، نبتديو بها ان شاء الله. غادي نشدو الفلفل ديالنا، غادي ندخلوه للقرعه هكا كنستفوه، نتمنى يكون واضح عندكم. كل واحد على حسب الكميه ديالو اللي بغى. غاهي البنات ما خصاش نخليو ليها اتساع، خاص تكون مداكسه مع بعضياتها. غادي نجيب الثوم ديالي والورق ديال الرند ديالي كذلك، وغادي ندخلو في هاد الجوانب. غادي نكمل، من الاحسن الا لقيتو هاد الفلفله الصغيره هادي كتجي زوينه ودغيا كترقد، يعني واحد 5 ايام او 6 ايام على الاكثر صافي كترقد. مهم انا باش ما نطولش عليكم في الفيديو، غادي نكمل نستف كاع الفلفل ديالي وندير الرند والثوم ونرجع معكم. كما كتشوفوا انا دخلت كاع الكميه تاع الفلفل اللي عندي، ولازم تكون مداكسه ومتلاصقه مع بعضياتها، لان لما كانتش هكا العمليه ديال الترقد ديال الفلفله ديالنا ما غاديش تنجح. هانتوما شوفوا ملي كندير لها هكا حتى حاجه ما كطيح، حيت بيان دكيتهم مزيان وحده حده وحده باش ما نخليش لهم المساحه فين يتحركوا. دابا غادي نجي غادي ندير واحد الكميه مهمه من الملح. الملح هو اللي كيساعدها باش ترقد، هو والخل كما كتشوفوا. انا غادي ندير واحد 3 المعالق هكا او 4، هانتوما درت 4 المعالق تاع الملح. غادي نجيب الزعتر عفوا القزبر ديالي حبوب، غادي ننزلو. هانتوما خديت غير واحد الكميشه منقيه بطبيعه الحال ونظيفه كما كتشوفوا. وغادي نجيب الخل، غادي ننزل بالكميه ديال الخل. هي الا درتو كميه كثيره غير كثروا الخل. انا كما كتشوفوا غادي ندير هذه الكميه كامله تاع الخل. كما كتشوفوا عندي اكثر من نصف القنينه ديالي معمره بالخل. غادي نجيب الماء المغلي، غادي نكب وغنخلي حساب تقريبا واحد 4 هكاك باش نديرو زيت الزيتون، يعني كاس ما استعملتوش كامل كما كتشوفوا ها هو. فغادي نجيب زيت الزيتون، من الاحسن البنات تكون زيت البلديه كتغطيو عليها كامله كما كتشوفوا. بهذه الطريقه هذه. وغادي نجيب
فيلم اليمونتير تاعي باش نقفلها. ما نخليوهاش يدخل ليها الهواء بتاتا. هانتوما كما كتشوفوا نسدو مزيان الجوانب. وغنجيبو هذا مزيان نزيرو هنا في الجنب ونتاكدو بان الهواء كاع خرج والجوانب كلشي مقفول. كما كتشوفوا الطريقه اللي درت بسيطه سهله وناجحه بالنسبه للمبتدئات. صافي كنجيبو الغطاء كنزيرو عليها مزيان وكنديرو هاد العمليه هادي. هانتوما شوفوا الفلفله راه باقا متماسكه مع بعض ما طاحتش ليا لتحت، فكنديرو غير هكا باش يتخلط لينا الملح والخل. صافي وكنحطوها في مكان مظلم ما تشوفش الضوء، ويعني واحد 5 أيام أو 6 أيام على الأكثر كتكون الفلفلة ديالنا واجدة. هذه هي الطريقة ديالي البنات، نتمنى نكون فدتكم اليوم، يكون الفيديو ديال اليوم عجبكم، وإلا عجبكم ما تنساونيش من الدعم لي لايك، اشتراك في القناة ديالي، تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. واللي مازال ما نضمش الوصفات نونو يضغط على الزر الاحمر تحت الفيديو. نضرب لكم موعد فيديو قادم ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وشكرا على المشاهده.